السيسي يتسلم دعوة من رئيس وزراء اليابان للمشاركة بقمة مجموعة العشرين. السيسي يؤكد أن مصر مستمرة في التحرك بتوازن لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي. ومدبولي يؤكد أن مشروع تطوير واجهات نهر النيل سيسهم في إعادة الوجه الحضري للقاهرة. السادسة مساء الرابعة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، البداية مع دينا زهرة. دينا، شكرا لك شادي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين. وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي أن الدعوة التي نقلها سفير الياباني بالقاهرة تأتي استنادا لما كانت مصر في إفريقيا ورئاستها للاتحاد الإفريقي ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة السمراء. من المقرر أن تنعقد قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر على التحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني حتمي وملزم لبناء الدولة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لوفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين، حيث أشار إلى تطلع مصر للعمل المشترك مع الجانب الياباني لنقل العلاقات التجارية والاقتصادية لآفاق جديدة، وذلك استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن اللقاء تخلله حوار مفتوح بين الرئيس ومجموعة المستثمرين اليابانيين حول الأفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. أشار الوفد الاستثماري الياباني أشاد بالخطط التنموية الطموحة للدولة والإرادة السياسية لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير إلى شهداء الوطن. وقال الرئيس السيسي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحية لكل شهيد ضحى بروحه فأحيا الوطن وظل حيا في قلوب جميع المصريين. أكدت الشركات اليابانية حرصها على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل تحسن مناخ الاستثمار. وعبر وفد اليابان المشارك في منتدى الاستثمار المصري الياباني عن رغبته في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتشجيع الشركات في بلاده على ضخ مزيد من الاستثمارات ونقل التجربة اليابانية الناجحة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. من جهتها أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر توفير فرص استثمارية واعدة للشركات اليابانية والاستفادة من التوسع في المناطق الحرة كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم. العلاقة الاستراتيجية بين مصر واليابان، وزي ما أشار سيادة السفير، هي مش بتختصر بس على الاستثمارات اللي أنا هركز عليها كلمتي، ولكن في تعاون كتير في مجالات عدة، منها يعني بحب ابتدي بالمتحف، المتحف الكبير دي من أهم المشاريع اللي دولة وحكومة اليابان دعمت هذا المشروع المصري الكبير. وتاني حاجة التعليم، طبعا مع معالي الوزير برضو دكتور طارق في مشاريع ومدارس، وكمان في كمان الجامعة، فدي من المشاريع اللي نفخر بيها. وانا لغايه دلوقتي فاكره ان جزء مهم من الزياره الرئاسيه كان زياره احد المدارس اليابانيه، وبالفعل في حاجات كثيره مشتركه، منها كتير من المبادئ يعني النظم اللي هي متعارف عليها في هذه المدارس، كنا حريصين ان احنا نستفيد منها. هذا اللقاء الهام الذي يعبر عن مدى تميز العلاقات المصريه اليابانيه وتقارب الرؤى السياسيه
وإسهام اليابان في دعم الاستثمار في مصر. كما يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى السادة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، والذي يعد بمثابة حجر الزاوية لزيادة التعاون بين البلدين وإيجاد رؤية مشتركة للفترة القادمة لتذليل العقبات أمام مناخ الاستثمار في مصر. في بداية حديثي أود أن أشيد بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري، والتي تجلت خلال العقود الماضية. كما أؤكد على أن الشركات اليابانية هي شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج الطاقة الكهربية وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة. ومن هذه المشروعات على سبيل المثال للحصر إعادة تأهيل محطة غرب القاهرة البخارية بتكلفة حوالي 11.7 مليار ين ياباني. عندنا منطقة روسية، عندنا منطقة صينية، إن شاء الله يبقى في منطقة كورية، إن شاء الله يبقى في منطقة يابانية ويبقى في منافسة. احنا عندنا هنكسب ونعلي تصنيف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. لكن الصناعة اليابانية صناعة متقدمة جدا، صناعة محترمة جدا، اليابان دولة متقدمة، ونأمل ان هي يكون لها استثمارات في المنطقة في صورة منطقة يابانية بإذن الله تعالى. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مشروع تطوير واجهات نهر النيل ومشروع ممشى أهل مصر لإعادة الوجه الحضري للقاهرة النيلية ومختلف المناطق المطلة على نهر النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة. وخلال اجتماعه بوزراء العدل والري والبيئة والنقل وممثلي عدد من الجهات المعنية، شدد مدبولي على ضرورة الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة، بما يعزز الاندماج المجتمعي ويتيح المزيد من أماكن الجذب السياحي. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزارات المعنية بالتنسيق فيما بينها بشأن المبالغ النهائية المطلوب توفيرها لبدء تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، مع مراعاة أن تتضمن المنظومة آليات الاستدامة التي تمكن من تقليل المبالغ التي سيتم إنفاقها بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الذي استعرض فيه آخر تطورات منظومة النظافة وإدارة المخلفات في المحافظات، حيث تم تأكيد أهمية العمل على رفع كفاءة عمليات الجمع السكني وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لتدوير المخلفات، إلى جانب تحسين كفاءة عمليات إعادة التدوير وكذلك الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص. أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أن الاقتصاد المصري شهد نموا بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019. أضاف سعد في اتصال هاتفي سابق لإكسترا نيوز أن معدل التضخم انخفض مقارنة بالعامين الماضيين. تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% هو معدل نمو جيد للغاية. مصر في هذا الصدد تغرد خارج السرب، لأن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام يعني تدور حول 2.5% أو حد أقصى 3%، لكن مصر محققة معدل نمو 5.4%، ده معدل متميز. بالنسبة لي في رقمين أيضا مهمين، وهو انخفاض معدل البطالة خلال يعني الربع الأخير من العام أو خلال الفترة اللي بيغطيها التقرير، اخر فتره يغطيها التقرير، انخفض معدل البطاله الى 8.9% بالمقارنه طبعا بالسنوات السابقه. ده برضو معدل جيد، والمنتظر ان شاء الله في نهايه العام للعام المالي هيصل معدل البطاله لن يتجاوز يعني سيكون تحت 10%، يعني حوالي بنتكلم حوالي 9.8% معدل البطاله، وده برضو معدل جيد. طبعا احنا بنستهدف المزيد والمزيد في خفض معدلات البطالة، لكن ان تحققي هذا المعدل في فترة قصيرة هو انجاز في حد ذاته. بالنسبة لباقي المؤشرات، هناك معدل التضخم خفض بشدة مقارنة بالعامين الماضيين، ومن ثم رأينا او بدأنا نشعر استقرار في الاسعار وعدم حدوث ارتفاعات متتالية مثل ما كان يحدث في الماضي. هذه هي أبرز يعني المؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير.
تفقدت وزيرة الصحة هالة زايد مستشفى القاهرة الفاطمية لمتابعة سير الحملة الرئاسية 100 مليون صحة. كانت الوزيرة أعلنت أن إجمالي من تم مسحهم في المراحل الثلاثة من الحملة وصل إلى 36 مليون و800 ألف مواطن. مختلفة كتير المرحلة الثالثة عن المراحل اللي فاتت، لأن المحافظات اللي احنا في المرحلة الثالثة كانوا يعني ايه مستنيين الحملة زي ما بيقولوا، سواء المواطنين أو مقدم الحملة أو مقدم الخدمة. عشان كده متوسط اليوم حوالي 700 ألف مواطن بيتم الكشف عليه، غير أطفال المدارس، غير الشباب اللي في المستشفى في ثانوي. فشيء جميل وشيء مبهر، وقد كده زملائنا اللي عملوا المرحلة الأولى والثانية زي الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة في القاهرة بينقل خبراته لزملائه. ده اللي بيحسن كل مرحلة عن الثانية، ان كل واحد حريص انه يدي الخبره للي بعد للمحافظات المجاوره. مراكز الاحاله للامراض غير الساريه شهدت اقبال كثيف جدا في كل المحافظات، وتلقيت طلبات من محافظات عديده مثل الدقهليه والشرقيه لزياده مراكز الاحاله، وتم زياده مراكز احاله الامراض غير الساريه في 10 مراكز في محافظه الدقهليه وثلاث مراكز في محافظه الوادي الجديد وبقيه المحافظات تباعا، نظرا لاقبال المواطنين على استلام ادويه الضغط والسكر والمتابعه المجانيه اللي بتوفرها وزاره الصحه. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي. خلال اجتماعه مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي، أشار وزير الإسكان بضرورة المتابعة الدورية لجميع وحدات المشروع الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، كما وجه بتقييم شركات المقاولات والمقاولين المنفذين للمشروعات السكنية المختلفة واستبعاد الشركات غير الجادة والمتقاعسة في التنفيذ. أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن صندوق التنمية المحلية وافق على تمويل 447 مشروعا باستثمارات تقدر ب 2.5 مليون جنيه. قال شعراوي إن المشروعات التي تمت الموافقة عليها تنفذ في 15 محافظة وتعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والدجاني وعسل النحل ومنتجات الألبان ومنافذ البيع، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في المناطق الفقيرة والقرى الأكثر احتياجا. أوضح الوزير أن نسبة المشروعات التي استفادت منها السيدات بلغت نحو 63%. وقعت وزارة البيئة بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات ومشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة وجهاز شؤون البيئة. يتيح البروتوكول القروض اللازمة لإنشاء وحدات لتوليد الطاقة المتجددة وتحفيز المواطنين على الاستثمار في هذا المجال. بداية المشروع من مرفق البيئة العالمي وبتنفيذ من خلال برنامج الأمم المتحدة المائي. تعبنا كتير جدا في المشروع ده. كانت فكرة المشروع ببساطة شديدة هو عمل نماذج تجريبية لوحدات البيوغاز على مستوى البيوت الصغيرة وعلى المستوى المتوسط. الفكرة مش النماذج، لأن ده مصر عملته من الثمانينات. الفكرة هي فتح السوق المصري لمثل هذه التكنولوجيات بحيث ان هي يبقى يتعمل لها عملية انتشار. ومن هنا بنتكلم على المعوقات المؤسسية، بنتكلم على المعوقات الإجرائية والقانونية، وبنتكلم على اقتصاديات مثل هذه الوحدات. المشروع اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة يعني في ضوء ان هو بيتيح خدمات او انشاء شركات، وان احنا نقدر نخش نمول وحدات البيوجاز، وان احنا نقدر نشتغل على تدوير المخلفات بشكل علمي. لكن على الجانب الاخر احنا بنوفر فرص عمل، يعني احنا من جانب اخر لينا اهتمام مع وزارة البيئة ان احنا بنشتغل على بعد بيئي يهم الدولة كله ويهم المجتمع، ولكن على الجانب الاخر بينتج عنه مشروعات، والمشروعات دي بتوفر فرص عمل. والفعلا الشيء الايجابي في هذا ان ده موجه للشباب، والشباب منهم كثير من الفتيات، وده احنا حرصنا كجهاز دايما ان احنا يكون عندنا اهتمام بالشباب واهتمام بالمرأة دايما بصفة خاصة.
عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا بعنوان الطرق المختلفة في تقديم التوجيه المهني. يهدف المؤتمر لمناقشة السبل المختلفة لتقديم هذا التوجيه في النظم التعليمية للتعليم الفني، كما تطرق إلى وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل وتطبيق التوجيه المهني في القطاع الخاص. وفي الحقيقة الفكرة جات لنا من ألمانيا عن طريق برنامج دعم التشغيل الـ EBB في سنة 2012 تقريبا، خبرة ألمانية. تم تدريب وسفر بعض المدرسين لهناك علشان يشوفوا الطرق والآليات تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني في ألمانيا، وفعلا عملنا يعني مجهود جبار من 2018 للآن، من 2012 حتى الآن عندنا مدربين أساسيين في مجال التوجيه والإرشاد المهني، عندنا ناقلي خبرة محترفين بيقدموا بيضربوا زمان لهم الميسرين اللي بيتم انتقائهم واختبارهم وفق معايير محددة، علشان مش أي معلم يقدر يقدم خدمات توجيه والإرشاد المهني داخل المدارس. الحقيقة الطرق والآليات دي يعني بنحطها قدام الوزارة. احنا بنقول ان في منهج عندنا، منهج ده معتمد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين على مدار 3 سنوات، بياخد الطالب عندنا وعي ذاتي او ادراك ذاتي، بيعرف ايه هي دوافعه، ايه هي نقاط القوه، ايه هي مهاراته، ازاي يكتسب مهارات حياتيه ومهارات غير حياتيه، بينزل في سنه تانية سوق العمل، بيتعرف على سوق العمل، بيعرف في سوق العمل ايه هي الوظائف اللي مطلوبه، ايه هي الصفات اللي بيطلبها صاحب العمل، وازاي يفكر قبل ان يتخذ اي قرار. وفي سنه ثالثه عمليه اداره الانتقال من المدرسه الى سوق العمل، ازاي يبحث عن الوظيفه دي ويتقدم لها ازاي ويحصل عليها ومن ثم الحفاظ عليها. أكدت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم أمينة خيري أن الوزارة اتبعت مرحلة تغيير حقيقية في التعليم الفني، وأناشدت المتحدثة في اتصال هاتفي سابق لأكسترا نيوز أولياء الأمور بعدم اتباع المعلومات المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت مرحلة تغيير حقيقية قلبا وقالبا فيما يختص بالتعليم الفني والتعليم المهني، يعني بدءا بالمدارس الجديدة التي تم افتتاحها، وعدد كبير من دول العالم اللي احنا دايما بنبص لها ان احنا نفسنا نبقى زيها في التعليم الفني، ايطاليا، الصين، المانيا، وغيرها من الدول. الحقيقة اصبحت ضالعة جدا. الحقيقة قريب جدا 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 حضرتك هتلاقي ان خريجي المعاهد الفنية المتخصصة هم الحقيقة اللي بيلاقوا فرص، عن هم مش بيلاقوا، هي فرص العمل اللي بتلاقيهم. أكد وزير الاتصالات عمرو طلعت دعم الدولة الكامل لريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر لما تمثله من أهمية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع. وخلال لقائه ب30 شابا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشار طلعت إلى حرص الوزارة على تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحويل أفكار رواد الأعمال المبتكرين إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع. الحقيقة لقاء النهاردة لقاء مهم جدا ومثمر، أنا استفدت منه جدا. قعدت مع أكثر من 20 شركة ناشئة في مجال اتصالات تكنولوجيا المعلومات، استمعت إلى مشروعاتهم وأفكارهم وإلى مقترحاتهم، كلها اقتراحات بناءة، كيفية تسهيل العمل لهم، كيف استفادوا من المبادرات التي قدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زي مبادرة وظيفة تك، زي مجمعات الإبداع، زي فكرتك شركتك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، زي مبادرات أخرى ومشروعات أخرى بالتعاون مع كافة وزارات الدولة. الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى مقترحاتهم، إلى تحدياتهم، محاولة تذليلها، ويكون هناك حوار متواصل بين الوزارة وبين المجتمع المدني والشركات. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الاهتمام الكبير الذي تريد الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، كذلك خلال اجتماعه برؤساء عدد من شركات التوزيع للوقوف على مستجدات خطط التطوير. وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وأيضا جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد من وصول الخدمة في أفضل صورها. قال وزير الخارجية سامح شكري إن أهم
سمات السياسة الخارجية المصرية هي أنها سياسة متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وفتح مجالات جديدة لعلاقات دولية. وفي كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أضاف شكري أن هناك خطة للتوسع في مكاتب التصديقات لتغطية جميع المحافظات خاصة الصعيد والمراكز ذات الكثافة الكبيرة وتوفير العمالة اللازمة لتوفير الراحة للمواطنين. أهم سمات السياسة الخارجية المصرية خلال الخمس سنوات الماضية هي كانت أن تكون سياسة متوازنة، سياسة قائمة على استخلاص المصالح المشتركة وإقامة علاقات متوازنة مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة فيما بين مصر وشركائها التقليديين، وأيضا فتح مجالات جديدة لعلاقات دولية تعود بالنفع على الطرفين، وتعمل من خلال هذه التواصل المستمر على التعريف بما يدور في مصر، التعريف على الأهداف التي تطلع بها مصر، أيضا استعادة مصر لدورها كدولة مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي وقدرتها على الإسهام الإيجابي في تناول القضايا الإقليمية والدولية. استعرض وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائه رئيس مجلس النواب علي عبد العال الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية وأولويات الوزارة في إطار برنامج عمل الحكومة المصرية، جاء ذلك قبل مشاركة وزير الخارجية في أعمال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. وبحسب المتحدث باسم الخارجية فإن الاجتماعين تناولا جهود الوزارة تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية البارزة، فضلا عن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي والجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الدولة لدعم العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية بما يرقى لتطلعات شعوب القارة، فضلا عن رعاية أبناء الجاليات المصرية في الخارج. تستضيف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليوم وحتى غدا الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين من الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن. قالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الاجتماع يتناول أطر وأولويات التشاور السياسي والتعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تقييم المبادرات المطروحة على الساحة الدولية بشأن الوضع في البحر الأحمر وخليج عدن وأثرها على مصالح الدول المشاطئة. أكد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار حرص مصر على تدعيم علاقاتها بالجامعات المتميزة حول العالم، وخلال استقباله سفيرة البرتغال بالقاهرة ومدير جامعة نوفا البرتغالية لبحث إمكانية إنشاء فرع للجامعة في مصر، أشار عبد الغفار إلى أن سياسة مصر في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية تعتمد على فتح تخصصات جديدة ومتميزة، على إعطاء الأولوية للتخصصات ذات العلاقة باحتياجات خطة التنمية المستدامة في البلاد. أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس أن الأجواء مهيئة حاليا لتأسيس صناعة دفاع عربي مشترك، وعلى هامش مشاركة الهيئة العربية للتصنيع بمعرض الدفاع الدولي في العراق. قال التراس إن مكانة مصر ودورها الرائد كانت حافزا قويا لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مشتركة مع وفد الهيئة وزيارة الجناح المصري بالمعرض بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا. قالت شبكة بلومبرج الأمريكية أن التداول في البورصة المرتكز على الأسهم المصرية شهد أكبر تدفق أسبوعي منذ عام 2014، حيث زاد الأجانب رهانهم على هذه السوق التي تعد ثاني أفضل أسواق المال خلال العام الجاري. أضافت الشبكة في تقرير أن التدفقات تظهر رغبة متزايدة للأسهم المصرية من قبل المستثمرين الأجانب، وتوضح أن تخفيض سعر الفائدة المفاجئ الشهر الماضي ساعد على تحسن توجه الأصول في الأسواق الناشئة. أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعد أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال فاعلية حول قانون الجمعيات الأهلية في مصر على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وطالب المشاركون بسن تشريع بديل لقانون الجمعيات الأهلية على أن يعتمد على تعزيز العمل الأهلي في مصر ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات.
نجحت أجهزة الأمن بالداخلية في ضبط خلية إجرامية تروج للمخدرات خلال حملة مكبرة استهدفت إحدى البؤر الإجرامية في قرية كوم النور دائرة ميد غمر. من خلال حملات أمنية مكبرة استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة إحدى البؤر الإجرامية بقرية كوم النور بميد غمر والتي يشتهر عنها ترويج المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط عدد من تجار وحائز المواد المخدرة وبحوزتهم 17 كيلوغرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة إضافة إلى أسلحة نارية وبيضاء ومبالغ مالية من حصيلة بيع المخدرات. ضربة تأتي في سياق الضربات الأمنية المؤثرة التي تهدف إلى تجفيف منابع المخدرات وضبط تجارها وحائزيها حماية للشباب واقتصاد الوطن. أهدت مديرية أمن الإسكندرية مواطنا يقيم بدائرة قسم أول المنتزة تروسيكلا لمساعدته في مواجهة أعباء المعيشة، وذلك عقب رصد طلبه المساعدة للإنفاق على أسرته. وعلى صعيد دور وزارة الداخلية الإنسانية والاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين، فقد تفاعل ضباط مديرية أمن الإسكندرية مع شكوى أحد المواطنين الذي رفع لافتة بمنطقة الرمل يشكو فيها من ضيق الحال واحتياجه إلى وسيلة يتكسب منها رزقه، حيث بادروا بالتبرع بالمال لشراء تروسيكل خاص به، وتم تسليمه إياه وإنهاء إجراءات التراخيص الخاصة به حتى يتمكن من البدء سريعا في عمله. قعدوني واحترموا، بتاع طب أنت محتاج إيه؟ قلت لهم أنا مش محتاج أي حاجة، أنا عايز حته التروسيكل ان شاء الله يكون بالقسط. راحوا جايبوني مجانا، وبعتوا جابوا لي سندوتشات، الجزمه كانت مقطوعه، ما هم اللي اشتروا لي الجزمه. رحت القسم النهارده عشان اجي، جاب لي البنطلون وجاب لي دي وجاب لي القميص ده كله ست المامور، وصراحه ربنا وقال لهم فطروه قبل ما تخرجوه. يعني انا بقول لك كله ده انا حاسس ان في حلم، والله العظيم ما حاسس ان في حقيقه. شاركت مجموعه من فتيات كليه التربيه الفنيه في مبادره مهرجان ذهب للفنون لتطوير جدران المدينه بهدف تعزيز السياحه بها واطفاء البهجه على سكانها والماره. المزيد في هذا التقرير. اذا كنت من زائري مدينه ذهب في محافظه جنوب سيناء ستجد فيها البساطه والبهجه، فهي قبله الباحثين عن الهدوء والاسترخاء ومحب الشواطئ ورياضه الغطس. ولإضافة المزيد من البهجة شارك مجموعة من فتيات كلية التربية الفنية في مبادرة مهرجان ذهب للفنون. الفتيات تسلحن بالفرشاة والألوان ليرسمن الجدران ويغيرن ألوانها من أجل إطفاء البهجة على السكان والمارة وسائح المدينة. اتحمسنا جدا للمشروع. أنا كنت الأول متخوفة وهنعتذر بصراحة عن الموضوع، لأن كان هيبقى لود علينا احنا الاتنين بس، إن احنا نباشر 50 فنانة في الموضوع الرسم على الجدران مدينة دهب. لكن لما عرفت إن الموضوع مفتوح مش كليات الفنون بس، هو معظمهم من تربية فنية فنون تطبيقية وجميلة، وفي من حاسبات ومعلومات، وفي بنات غاوية الرسم والتلوين، عرفت ان الموضوع البنات هتيجي تلون وتشتغل بتلقائية، فما فيهوش بقى المباشرة، مباشرة الأستاذ للطالب أو الدكتور للطالب زي المحاضرة. فالحمد لله رحمنا بالفكرة، اللي هو طارق الباز موفر لنا الحمد لله السبل ان احنا نقدر نشتغل في الشوارع براحتنا. انا والبنات وكل المجموعة وافقنا جدا ان احنا هنروج للسياحة، ودي حاجة يعني متطوعين بيها، فقلنا اوكي مفيش حد اعترض. الرسومات اغلبها موتيفات من عناصر مدينه دهب كلها، الطبيعه والجمال والنباتات اللي فيها، فقلنا لازم يكون الموتيفات منها، لانه في فنانين متطوعين بيرسموا جداريات بس بيرسموا شغل بوب ارت وحاجات فنيه بعيد عن الجماهير دهب يدركوها. يعني مهرجان دهب للفنون اطلقه مجلس المدينه ليشارك فيه 50 طالبة من كليه التربيه الفنيه بجامعه حلوان، ولأن الطالبات مؤمنات بأن الفن يستطيع أن يتكلم ويبرز معالم المدينة العالمية، قمنا برسم جدران المنازل والمنشآت ورسم الجداريات وزخرفتها في معظم شوارع وميادين المدينة. سمعت عن المبادرة بتاعة تزيين شوارع دهب،
من خلال الفيسبوك شفت البوست وحبيت ان انا اشارك، وفعلا روحت وقدمت لان دي حاجه حمستني جدا جدا ان انا مدينه زي دهب، مدينه عالميه على مستوى العالم كله، مصدر سياحه لمصر وكل السياح من كل العالم بيجوا لها. مدينه زي دي تستحق جدا ان احنا نيجي ونزين فيها ونشارك، ويبقى مجهودنا كشباب وكعمل تطوعي حلو جدا، ده بيخلي الناس تيجي اكتر لينا لان هي مدينه مهمه قوي بالنسبه لنا. عرفت المبادره عن طريق زمايلي في الكليه في التربيه الفنيه برضو، حبيت اجي دهب علشان خاطر هي مدينه جميله انا عن نفسي بحبها جدا. فيت يعني ان على قد ما نقدر بجهودنا ان احنا نيجي يعني على الاقل نظهرها بجمالها بفنونها بكل حاجه حلوه فيها. ترحيب كبير من اهالي المدينه لما قامت به الطالبات، كما قدم الاهالي جميع وسائل المساعده لتجميل المدينه الساحره. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دعم تنفيذ اتفاق السلام والاستقرار في جنوب السودان. جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية بدولة جنوب السودان برئاسة توت بيل رئيس المجلس الوطني. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الداخلية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. شدد شكري على أن مصر ستظل تعطي الأولوية لدعم شعب جنوب السودان، معربا عن الارتياح لانضمام مصر كمراقب في المفوضية المشتركة ترك للمراقبة والتقييم المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام هناك. أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير ياسر هاشم أن السفارة في أدس أبابا تتابع بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كافة الإجراءات المتعلقة بانتشال جثامين ضحايا الطائرة الإثيوبية من المصريين ونقلهم إلى العاصمة أدس أبابا. أضاف هاشم أن هذه العملية ستستمر حتى نهاية الأسبوع، كما أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التحقق من هويات الضحايا ما لا يقل عن 3 أسابيع، وسيتم الاستعانة بخبرة دولية في هذا الصدد. هذا وقدمت وزارة الخارجية تعازيها لأسر كل الضحايا. أكدت وسائل إعلام العثور على صندوقين الأسودين لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة في موقع الحادث، وأعلنت السلطات الحداد الوطني على ضحايا تحطم الطائرة، وقدم مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد التعازي لجميع أسر الضحايا الذين ينتمون لأكثر من 30 جنسية. في غضون ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية توقيف أسطول طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس عن الطيران حتى تظهر نتائج التحقيق في أسباب الحادث الذي شهدته إحدى الطائرات من نفس الطراز، وتابعت أن هذا القرار اتخذ كإجراء احترازي لسلامة الرحلات الجوية.
ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم ميليشيات الحوثي على قبائل الحجور في مديرية كشر إلى 41 شخص ما بين قتيل وجريح. أشارت المصادر إلى أنه من بين القتلى 20 سيدة من عائلتين وأطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهر واحد و13 عاما. ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات نفذت أيضا إعدامات جماعية بعضها داخل المنازل. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إحراز تقدم بسيط في العملية العسكرية التي تشنها ضد آخر جيوب لتنظيم داعش في الباغوز، وأوضحت أنها تواجه قناصة من عناصر داعش فضلا عن وجود كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها عناصر التنظيم في المنطقة. نفت وزارة الدفاع الروسية شن ضربات جوية على منطقة خفض التصعيد في إدلب شمالية سوريا. وقالت الوزارة إن المعلومات التي نشرها عدد من وسائل الإعلام نقلا عن مصادر عسكرية حول شن الطيران الروسي لضربات دقيقة على أهداف في محافظة إدلب لا تتفق مع الواقع بشكل تام. عودة إلى الشأن اليمني مرة أخرى، ينضم إلينا هاتفيا من عدن مختار اليافيع الكاتب الصحفي. بعد التحية لك سيد مختار، إذن ميليشيات الحوثي لا تلتزم بأي اتفاقيات وتقوم بهجوم على قبائل الحجور في مديرية كشر، والضحايا إلى الآن 41 شخص ما بين قتيل وجريح، إذن لا تهدئة من قبل هذه الميليشيات. إذا فقدنا الاتصال بالأستاذ مختار اليافيعي الكاتب الصحفي، نعاود الاتصال به مرة أخرى عندما يتسنى لنا ذلك. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن بلاده اختبرت أكثر من 300 نموذج من الأسلحة الحديثة في سوريا. وأوضح شويغو أن القوات الروسية حصلت في الفترة ما بين 2012 و2018 على 109 صواريخ باليستية عابرة للقارات و108 صواريخ باليستية بحرية للغواصات. أكد رئيس العراقي برهم صالح ضرورة استكمال الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي من خلال استئصال الفكر المتطرف. ودعا صالح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني إلى ضرورة تعزيز التعاون مع دول المنطقة لتصدي لعودة ظهور الإرهاب. فالانتصار الذي تحقق في العراق ضد داعش انتصار مهم وكبير، لكنه غير مستكمل. استئصال الفكر المنحرف واستئصال التطرف يتطلب جهدا وتعاونا إقليميا أكثر ومستدام، وفي هذا السياق نؤكد على أن الأمن المشترك بيننا وبين إيران، بيننا وبين دول المنطقة، يتطلب المزيد من التعاون من أجل التصدي لإعادة ظهور الإرهابي مجددا في بلادنا وفي منطقتنا. تمكنت القوات الجوية العراقية من تدمير 3 قواعد لتنظيم داعش بمحافظة ديالى. وقال مصدر أمني إن القواعد كانت تحتوي على مواد لوجستية وتجهيزات عسكرية.
أكد مصدر حكومي بريطاني أن هناك جمودا في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لإدخال تعديلات على اتفاق الانسحاب من التكتل. أضاف المصدر أن المحادثات لا تحرز أي تقدم بشأن رغبة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إدخال تعديلات على اتفاق بريكزيت. ويصوت النواب في بريطانيا غدا على خطة رئيسة الحكومة تيريزا ماي المعدلة الخاصة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في 29 من الشهر الجاري. كشفت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي انكمش 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7% في العام السابق. كما كشفت البيانات عن فقدان 30% من قيمة العملة التركية العام الماضي. انتقدت ألمانيا أوضاع الحريات في تركيا، وذلك على خلفية رفض اعتماد صحفيين ألمان لدى أنقرة. واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عدم تمكين مراسلين ألمانيين من تأدية عملهما بحرية في تركيا أمر غير مقبول. بدورهم اتهم صحفيون ألمان الحكومة التركية بمحاولة إسكات الإعلام الدولي. شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجعا مفاجئا في يناير ليسجل بداية ضعيفة في 2019. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% فضلا عن تراجع الفائض التجاري إلى 18.5 مليار يورو. تأتي هذه المؤشرات في ظل الخلافات التجارية والقلق إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تحل اليوم ذكرى تفجيرات مدريد الدامية التي وقعت عام 2004 في محطة قطارات أنوشارينفي وأسفرت عن مقتل 191 شخصا. المزيد في العرض التالي. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن الرئيس دونالد ترامب لا يمكنه إقالته من منصبه. وأكد باول والذي واجه انتقادات من ترامب بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة أكد اعتزامه على تأدية ولايته لمدة 4 سنوات بالكامل. قال الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون إن الدبلوماسية لا تزال نشطة جدا مع كوريا الشمالية برغم انهيار قمة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الشهر الماضي. يأتي ذلك في وقت توقع مسؤولون في الخارجية الأمريكية عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم. لم يحدد المسؤولون موعد هذه القمة لكنهم أشاروا إلى ضرورة المضي في المباحثات مع كوريا الشمالية لمنعها من تطوير برامجها الصاروخية. دعا مبعوث واشنطن لفنزويلا أليوت أبرامز الحكومة الهندية إلى وقف شراء النفط من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. يأتي هذا في وقت هددت فيه الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميون الذين يدعمون زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، هددوا بفرض مزيد من العقوبات لوقف تدفق العائدات على حكومة مادورو وإجباره على التنحي. يحيي اليابانيون اليوم الذكرى الثامنة لضحايا زلزال وموجة تسونامي التي اجتاحت البلاد في عام 2011. We'll be right back.
لقي ما لا يقل عن 20 شخص من قوات الأمن الأفغانية مصرعهم في هجوم لحركة طالبان. وقال مسؤول محلي إن 10 آخرين من قوات الأمن أصيبوا في هذا الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في منطقة بولاية بادغيس شمالية غرب أفغانستان. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وحار بالنسبة لهذا الوقت من العام على جنوب الصعيد نهارا لكنه شديد البرودة ليلا. فيما يلي نتابع بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا. تتم هذه الجولة الإخبارية تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. السيسي يتسلم دعوة من رئيس وزراء اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. السيسي يؤكد أن مصر مستمرة في التحرك بتوازن لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي. مدبولي يعلن أن مشروع تطوير واجهات نهر النيل سيسهم في إعادة الوجه الحضري للقاهرة. إلى هنا نصل مع حضراتكم لختام هذه الجولة من الأخبار، لكن بإمكانكم دوما متابعه المزيد عبر موقعنا الإخباري extranews.tv. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.